وجي معادنا دلوقتي مع السوشيال لاب، ونجمة السوشيال لاب النهاردة هي الفنانة ياسمين صبري اللي دايماً في حالة نشاط وتفاعل على الانستجرام، وبتحرص دايماً على مشاركة متابعينها بأحدث صورها وإطلالاتها خاصة في رحلاتها خارج مصر. ياسمين صبري بتواصل تصوير مشاهد فيلمها الجديد الأرض السوداء، واللي بيشاركها في بطولته كريم عبد العزيز وإياد نصار ومجموعة من النجوم. الفيلم من إخراج بيتر ميني. بيتابع ياسمين صبري على الإنستجرام حوالي 22,500,000 متابع، أبرزهم سوسن بدر، نور، ريهام عبد الغفور، وصلاح عبد الله، وغيرهم طبعا من نجوم الوسط الفني. أما هي فبتتابع 96 شخص، أبرزهم إليسا، إسعاد يونس، حلا شيخ، النجوم العالميين فهي بتتابع جينيفر لوبيز وميسي. ياسمين صبري نشرت حوالي 1,297 بوست على الإنستجرام. تعالوا نشوف الصور دي عبارة عن ايه. أكترية الصور بتكون عن اللوكس بتاعتها في كل إيفنت، بس النسبة الأكبر بتروح للفساتين وإطلالاتها في المهرجانات السينمائية ورحلاتها للدول الأوروبية، فهي نشرت أكتر من 500 صورة لفساتينها من براندز عالمية مختلفة. من الحاجات الملفتة برضو في أكاونت ياسمين حبها للشنط وكمان الإكسسوارات، واللي دايماً بتكون من براندز عالمية وبتتصدر الترند. ياسمين صبري بتحب السفر جداً وزيارة مدن العالم، وبتحب تاخد فوتو سيشنز ديها لكل بلد بتسافرها، وكمان بتحب تشارك جمهورها الرحلة بداية من الطيارة لحد ما تسافر. الرياضة، ياسمين صبري بتحب ومهتمة جداً بالرياضة، ونشرت أكتر من 20 صورة وهي بتمارس الرياضة وخصوصاً اليوجا. وبكده نكون وصلنا لنهاية السوشيال لاب.